في موسم الاستياف، حيث يقبل العامة على السفر والاستجمام في العطلة السنوية، تحبذ فئات أخرى استغلال الفراغ للمطالعة الصيفية واكتشاف عناوين جديدة تؤنس مقامهم. الإقبال على الكتاب خلال هذه الفترة يبقى ضئيلا مقارنة بباقي السنة الدراسية بحكم توافد الطلبة والباحثين، فيما تختلف أذواق ومذاهب الناس فيما يعشقون منه. بالنسبة للإقبال على الكتاب في فصل الصيف، هو كما كتلاحظوا فهو كيكون قليل مقارنة مع السنة، لأن في السنة كيكون طلبة جامعيين كيكونوا أساتذة. أما في الصيف فإن الإقبال كيكون مثلا على الروايات، على الكتب الخفيفة، إضافة إلى أن الجالية كيجيو يزوروا المكتبات، وكيكون الاهتمام ديالهم غالبا هو الكتاب الديني. أنا خاصة أهتم بأن أزاوز بين أمرين أساسيين، هو فلسفة هيدغر المتعلقة بالوجود والوجود، وبين التحليل النفسي ديالجاك لاكان. شغف الكتاب ورغم الفورة التكنولوجية الحديثة لا زال يحتل في نفوس الكثيرين مراتب الألفة، كحسن الذي يرتبط بالكتاب بقوة ويطالعه بشتى أنواعه، يستغل الفراغ الصيفي ليلتهم كتبه المختارة على مدار السنة. علاقتي بفعل القراءة هو علاقة نقول عنها مستمرة، سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء، إلا أنه في هذه الفترة، الفترة الصيفية، فترة عطلة، ويعني شيء ما انشغالاتنا بالعمل تخف، لذلك ما نجد متسع ممكن من انفتاحنا على مجموعة من العناوين التي نكون قد دخرناها في الفترة الشتائية لهذا الموسم. يجد الكثيرون في الكتاب والمطالعة لذة انعتاق من مونوتونيا الحياة اليومية، ويسافرون من خلاله إلى حيوات أخرى.